بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. طبعا هذا اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في الخارج، الهدف منه الأول وقبل كل شيء هو طبعا دين قالوا خدمة المغترب. يعني احنا ما دين جميع المغتربين، لكن اللي فات يعني انضمنا منهم فات انضم، لكن ما فات انضم اللي مرحبين به ونختاره كامل نختاره يجي. هذا الاتحاد يعني اتحاد بمنع عن السياسة، ما تعدل فيه ولا تعدل به السياسة. يعني قائمين يعني من الشباب جزاهم الله خيرا، من الناس جماعة، يعني بعضهم تجار، بعضهم أصحاب كفاءات، بعضهم موظفين سامين في الدول الموجودين فيها. معناته أنا معدل هذا الكيان هذا، وهو الهدف منه طبعا كي قلت لكم خدمة الجاليات. والسبب اللي جعل الاتحاد يخلق طبعا هو هذه لفتة طبعا عدل السلطات عليا في البلد انهم عادوا هيكلة قالوا وزارة الخارجية، قالوا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتاني في الخارج. إذا هون يعني هذا صار من الدوافع العجالة نحن عدوا هذا الاتحاد، رفنا عن البلد انه عن توجه جديد للأساس. مشينا احنا بعد من هذا الاتحاد لنعرف عن باذن الله تعالى يدور ان شاء الله، ويعود يعني يلعب دور كبير زي اللي قالوا تطوير طبعا علاقات موريتانية مع دول اخرى. يعني هذه مكاتب الجاليات كامله اللي بعد دخلت هذا الاتحاد طبعا لا نزيد على 30، ومازلنا ما ادري اذا الناس راكب معهم فما حد مزاول يعودوا معنا باذن الله تعالى. وطبعا كيف قلت لكم هذا الاتحاد له تقريبا شهر ما هم ياسرين، وفات جاي ياسر من الناس به. الناس شافت صراحه شافت انفسها فيه، وشافت اللي قد يعدل لحد الان. يعني فهم بعض الامور اللي مبارك معاهم، فهم بعض الامور الحمد لله المشاكل اللي فاتت انحلت. رجال الاعمال اللي الدول الافريقيه عندهم علاقات وطيده مع سلطاتهم، يقدروا يعدلوا ياسر الامور كانه دبلوماسيه موازيه للدبلوماسيه اللي طبعا عدل البلد. وكيف اللي تعرف طبعا الجهه المغتربين يعتبروا طبعا رافد اقتصادي كبير للبلد، وهذا طبعا هو اللي حس على اساسه حس بخامه الجمهوريه. هو طبعا دواسة هذا يخلق بحيثه هذه انه طبعا عاد اعتبار للمغتربين، عرف انهم مهمين، وكل دول الابدان من المغتربين طبعا تركز عليهم من اجلاش طبعا تطوير اقتصادها، وهذا كامل تستفاد البلد، يستفاد البلد من علاقاتهم كامله من كفاءاتهم. هذا طبعا كامل مهم نعرف عنه باذن الله تعالى. يدور الله يدور الله ينفع بلدنا، وراجي ان شاء الله التوفيق لنا. ورانا مره اخرى نجدد دعوه لجميع المغتربين يعرفوا عن هذا الاتحاد، هو الخيمه اللي تجمعنا كاملين باذن الله تعالى بشتى يعني مشاربنا. يعني السياسه على زر، والمصلحه العامه هي اللي هنا نتحدث عنها ونشتغل من الاساس. يعني ان كل رجال يعود ان شاء الله باذن الله تعالى جداته في هذا الاتحاد. واشكركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.